تخليدا لليوم الوطني لسلامة الطرق يوم 18 فبراير 2017، تنظم اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير عدة مسابقات وطنية في مجال السلامة الطرقية تستهدف الفئات التالية: السائقون المهنيون من جميع الأصناف، أعوان الفحص التقني، مدرب تعليم السياقة والمقاولات والمؤسسات التعليمية، المهتمون بالفنون التشكيلية والغناء والمنتوجات الرقمية والصحافة. للمشاركة المرجو تحميل ملفات الترشيح على الموقع الإلكتروني www.sinfiarsip.ma أو صفحة اللجنة على الفيسبوك. وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.